4000 قدم أو ما يقارب هذا الرقم هو ارتفاع مدينة أركويت فوق سطح البحر. الارتفاع ده بيخلي أركويت يعني بتطل على معظم المناطق حوالينا في البحر الأحمر. المباني، في لاحظنا أن المباني في منطقة أركويت السقوف بتاعتها هي السقوف الشائعة في المباني الإنجليزية أو سقوف القرمز، ظاهرة بهذا الشكل من هنا من هذا الارتفاع في مدينة أركويت اللي بيدينا مشهد جمالي مبهر. المدينة مشكلتها أنها هي خالية من السكان أو شبه خالية من السكان، بينعدم فيها التخطيط تماما، ما في مدن سكنية أو أحياء مخططة هنا. المواطنين ساكنين في مدينة أركويت قوميات البجا اللي موجودة هنا وأغلبهم من قبيلة الهدندوة وبطونة، بيسكنوا في جماعات متفرقة حول هذه الجبال. بتعاني مدينة أركويت من انعدام تام لخدمات والبنى التحتية باستثناء السكة حديد والشوارع المسفلتة التي بناها المستعمر الإنجليزي. لم تطال هذه المدينة يد الحكومة في تقديم الخدمات لأهلها، حيث تنعدم تماما خدمة الكهرباء رغم المباني الجميلة واللي بتعتبر مزارات سياحية ومنتجعات، بالإضافة إلى شح توفر المياه الصالحة للشرب. بيعتمد أهل المدينة في مسألة الحصول على المياه على بعض المياه الجوفية والمياه المخزنة في فترات الأمطار، اللي هو طبعا الأمطار هنا بتجي في فصل الشتاء. الجو بارد جدا، الجو بارد جدا في مدينة أركويت، دائما هذه المدينة باردة لا تعرف الصيف إطلاقا. لاحظنا أنه في نبات منتشر في مدينة أركويت وهو نبات الصبار والتين الشوكي اللي بيقوم أو بينمو في المرتفعات في كل العالم، بالإضافة لأنه أرض هذه المنطقة هي خليط ما بين السهول الخضراء، واضح تماما قدامنا أنه في سهول ويبدو أنه في وادي بتاع موية في هذه المنطقة، بالإضافة للأرض الخصبة واضح تماما أنه منطقة أركويت أيضا صالحة للزراعة لأنه في عدد كبير جدا من المزارع هنا اللي هي واضح أنها بساتين ومزارع للفاكهة. بتتواصل جولتنا داخل مدينة أركويت الساحرة على الساحل الشرقي للبحر الأحمر. في هذا النهار الربيعي الجميل في منطقة أركويت الساحرة على الساحل الشرقي للبحر الأحمر، كانت جولة كاميرا برنامج وعد وأميات في هذا المكان المفعم بالإبهار والدهشة بالنسبة لجمال الطبيعة الساحرة، ولكن يخلو هذا المكان من الناس. لمعرفة الأسباب كان لابد من طرح هذه الأسئلة على أحد أعيان هذه المنطقة، الأستاذ بالمدرسة المعلم بمدرسة الأساس الأستاذ أوشيك مصطفى. أهلا وسهلا أستاذ أوشيك. أهلا وسهلا، نرحب بكم. كيف الحال؟ تمام تمام جدا. قاعد يجيكم إعلام هنا؟ والله ما كثير، ربما بيجي لما تكون في زيارات وكذا هنا. زيارات رسمية؟ هاي زيارات رسمية، لكن تكون في زيارات رسمية قاعد يجي الإعلام. نعم أستاذ وشيك، يعني المكان ده بطبيعته الساحرة الجميلة اللي احنا شفناها، صراحة أنا أول مرة أجي هنا هذه المنطقة وانبهرت جدا بكم الثروة الموجودة، ثروة سياحية الموجودة في منطقة أركويت. ولكن قبل أن ننتقل إلى مرحلة لماذا هذه الثورة غير مستفاد منها، علينا أن نتحدث عن منطقة أركويت، عرفنا بها جداً. وعرف المشاهد السوداني. منطقة أركويت تقع يعني جزء الشرقي من سند، تبعد حوالي 30 كيلو، وتقع في الجزء الجنوبي الغربي من بورت السودان، وتقع في منطقة أركويت تقع في منطقة مرتفع حوالي 4200 قدم. نعم، فوق سطح البحر. وارتفاع ده أداها ميزة إنه تكون يعني المناخ الموجود السائد في هذه المنطقة هو مناخ البحر الأبيض المتوسط، اللي هو يكون جاف في الصيف ويكون دافئ وممطر في فصل الشتاء. بارد وممطر شتاء. بارد في ممطر الشتاء. وهذه المنطقة منطقة سياحية جدا، وفيها كل العوامل بتاعة السياحة، وفيها كثير من الإخوة
قدموا أو طلعوا قصائد عن أركويت ومنطقة أركويت. بالروتانا يسموها كرأويت، وبالعربي اللي هي بالبداويت، بالبداويت نعم يسموها كرأويت منطقة الصخور الكبيرة. وبالإنجليزي يسموها كوايت، إير كوايت دي اشتقوا منها أركويت. نعم. ومنطقة جميلة جدا ومنطقة سياحية زي جبل مرة والدندر، المنطقة الثالثة هنا في أركويت اللي هي في ولاية البحر الأحمر. وكثير من الإخوة يعني طلعوا قصائد من هنا. أحيي الأستاذ عبد الرحيم الفكي من أولاد الصوفي البشير، وكان قال فيها قصيدة كده نسمع القصيدة جميلة دي قبل جدا. ما نمشي للأزيلة إذا حفظ قال جميلة جدا وأحييه من هنا. وقال فيها: أفي حلم من أنا أم في خيالي أم أن اللب تاه مع الجمال، حقا أركويت هنا حيالي أم الفردوس في وسط الجبال، أقلب ناظري فأرى بهاء يريح النفس من كدر الليالي، بهاء للطبيعة لا يضاهى، بهاء للطبيعة لا يضاهى، فريد النوع معدوم المثالي، فمنظر أركويت في كل وقت يداوي القلب زداء العذالي. يا سلام. إن يممتها أخي في الشتاء رأيت الأرض كلها في احتفالي، وإن يممتها في وقت صيف غلاك الحر في تلك الديار، وأهلها إن هللت بهم نزيلا سلوت الأهل من عم وخالي، خليلي غف رويدا حي دقنا عريس الخيل مفخرة الرجال، ضريحه شامخ كشموخ نفس أبت إلا الحياة على القتال. هذه القصيدة التي ألقاها أخونا الأستاذ عبد الرحيم محمد الفكي، كان أستاذ من القذارف وشغل معنا هنا في الكويت. فعلا المنطقه دي يعني تداوي القلب من داء العضال. داء العضال نعم. الاهم المجموعات السكانيه، المجموعات السكانيه الموجوده في الكويت، القبيله الرئيسيه الموجوده في الكويت هم الشراب من الهدندوه، فرع من الهدندوه، احد بطون الهدندوه، احد بدون الهدندوه. وفي ثاني معنا شيوخنا المجازيب، يا سلام، جل ناس لهم باع طويل في هذه المنطقه، هم الذين أحيوا القرآن الكريم في هذه المنطقة بخلاويهم. وكذلك في الترق برضو مجموعات موجودة هنا وأنا في الكويت. والإبشر أيوة الترق. الترق ديل منو؟ الترق ديل ناس هم من بطون الهدندوة، قبيلة من بطون الهدندوة. وفي الإبشر كمان في مجموعات قليلة برضو في هذه المنطقة. وهذه هي المجموعات السكانية، وتقريبا سكانها حوالي 9000 أركويت زائد الضواحي. لكن بتظهر إنها هي خالية من السكان تماما. لا لا لا، أنت وقت تجد تشوفوا مجموعة صغيرة صغيرة، لكن شفتها ما في مخطط، بيوت مخططة، ما في كهرباء في البيوتات، ما في شبكة بتاعت موية، عشان كده ما في التخطيط. بتلقى وراء كل جبل في مجموعة بتاعت ناس. نعم. وبعد كل جبل تلقى فيه 500 نفر. هسه لو مشيتوا بكده تلقوا، لو مشيتوا في جاي تلقوا. نعم. تاريخ المجازيب في منطقه اركويت، يعني 200 اتى المجازيب الى اركويت بالخلاويهم، والاسباب اللي جابتهم شنو؟ هل جو عشان يعلموا الناس علوم الدين؟ جدهم الطاهر المجذوب كان في منطقه اسمها منطقه قباب، كان شيخ هناك، والحواريين كلهم في المناطق دي كانوا يجوا له. بعدين لما عثمان دقنا لما انضم للمهديه في بعد تحرير الأبيض، المهدي أداه جواب لجدهم الطاهر المجذوب، أداه جواب عشان يمشي يتبعوا الناس. لما جاء للشيخ الطاهر قال شنو؟ قال خلاص الدنيا خلاص، يلا أمشوا معه. عثمان دقنا من هناك لقى شنو؟ الأتباع بتاعهم كلهم مشوا بهم شنو؟ يجاهد بهم. من هناك هم منطقة شوية بقت يعني خالية شوية، جو هنا في أركويت، استوطنوا في أركويت. نعم. واللي هسه شغالين خلاويهم شغالة. نعم. تأسست أركويت الحديثة، يبدو من حديثك ده ومن كلامك فهمنا إنه في مدينة قديمة اللي هي كان فيها السكان الأصليين أو منطقة قديمة اللي هم المجموعات السكانية اللي أنت ذكرتها. أفتكر إنه دي منطقة جديدة يعني أنشئت لأغراض أفتكر السياحة، ده هنا قصر الرئيس النميري أو قصر الزعيم الأسهري الراحل اللي هو بنى جزء، والجزء الثاني جمعنا والرئيس الراحل نميري، بالإضافة للمنتجعات السياحية والمسجد أيضا ظاهر أنه هو جديد. جديد المناطق السياحية هنا شايفينها دي حديثة، لكن أركويت قديمة جدا من الزمان. نحن أجدادنا كلهم يستنون هنا في أركويت، لكن زي ما قلت لك هسي أنت قلت قبلك، لكن شايفين الناس قلال
انا وريت قلت لك ورا كل جبل بتلقى مجموعه بتاعت ناس. فالسكن بتاع السكان وقبيله الشراب كانت قديمه جدا، لكن السياحه لما شافوا الجو بتاع الكويت، طبعا قلت لك الجو جو اوروبي، الجو الاوروبي ده في السودان ما في اعتقد فعلا. ايوه فعلا. فعشان كده لما شافوا المنطقه دي كانت في الحته بتاعت القصر دي كانت في خيمه ويقولوا بتاعت الحاكم العام. نعم عارف قصر الانجليزي الحاكم دار السودان الانجليزي الحاكم دار السوداني. فبعد ذاك اتبنى القصر، وجناح جنبه ذاك بناه اسماعيل الازهري لما اتزوج وبنته بناه. فطبعا شاعت الاقدار واسماعيل الازهري راه، لكن المنتجعات دي والفندق البيغادي ذاك ده حديث. طيب من 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 سردك وحديثك وشكل المباني والمباني التاريخيه الموجوده زي قصر الرئيس نميري واستراحه جامعه الخرطوم والقصر الحكم دار حكم دار السودان، ده بياكد انه المنطقه دي في وقت من الاوقات كانت حيه وبتحظى باهتمام حكومي. نعم نعم. الحصر شنو بعد ذاك اللي خلاها اهملت بهذا الشكل يعني؟ الحصل انه الحكومه في الولايه كتر خيره اخونا محمد طاهر الا ومن مواكد كان موجود، يا أجروا الفنادق دي وعملوا لها صيانة وعملوا الفندق دي، وبعد ذاك شوية يعني أهملت. نعم. ليه؟ لأنه الأولوية أدوها للإيلولة بتاعت المنتجعات والفنادق والقصر والحاجات دي أدوها للمحلية. المحلية طبعا إمكانياتها ضيقة، ما هتقدر تقوم بكل الصيانات وبكل الشغل ده، عشان كده حصل فيها نوع من الإهمال في فترة من الفترات. ولكن هسه يعني الواحد يتوقع انه في المستقبل انه تكون في شنو انتعاش ينعش السياحه في الكويت. نعم على ذكر السياحه، يعني المنطقه دي فيها كل مقومات السياحه كما نعم ذكرنا. نعم. لماذا لا تتم الاستفاده من هذه الموارد؟ المشكله شنو؟ بالاضافه لانه سمعنا برضه انه بتنقصها الخدمات. نعم. يعني ليه ما قادرين يستفيدوا من المقومات السياحيه دي اللي بتنفع انسان المنطقه وايضا ممكن تكون استثمارات؟ والله الكلام ده ممكن يتوجه للحكومه، لانه الحكومه شايفه الوضع ده وما جايبين خبر زي ما شايف. هسه حمدتي جا مرتين هنا وعاين الوضع وشاف اي حاجه، وربما المستقبل يعني ده يكون عكس له حاجه في ان الكويت، ربما تكون فيه يعني يجوا يسينوا المناطق المنتجعات والفنادق، وربما اللي قدام يعني بعد ليس من رأى كمن سمع، طبعا شافوه بعد طبعا المسألة تتوقف للحكومة. نعم. ما زالت الخدمات في منطقة الكويت الكهرباء والمياه وكل الخدمات الحكومية اللي المفروض تقدمها للمواطن وضعها شنو؟ والله وضعها أول في الكويت بالذات شبكة بتاعت موية ما في، كهرباء ما في، الناس شغالين ببطاريات وفوانيس وكلام بالشكل ده. فالخدمات الموجودة هنا في مركز صحي عندنا، وعندنا مدارس، مدرسة أساس بنين وأساس بنات ومدرسة ثانوية، والحمد لله القوة الموجودة في المدارس يعني قوة كويسة جدا. يعني في المدرسة بتلقى في الأساس بين بنات تلقى 250، في الأولاد 350، في الثانوية 300، والحمد لله دول كلهم يعني بياكدوا لك انه في يعني ناس في وعي ذاته، في وعي في المنطقه في ناس. يعني نعم. انا لاحظت من خلال جولتي في مناطق شرق السودان المختلفه انه عدم الاهتمام بتعليم البنات. لما اجي هنا منطقه اركويت اللي هي منطقه بعيده ونائيه ويكون في مدرسه بتاعت بنات فيها 300 طالبه، هذا امر يحسب لكم انتم اهل المنطقه. نعم. دارين نتكلم شوية عن المباني الموجودة في منطقة أركويت زي قصر الست السدني. الست؟ قصر الست ولا جبل الست؟ جبل الست، قصر جبل الست. جبل الست. جبل الست ده المسمينه المنتجع ده فوق مكتوب كملاحظين جبل الست. يحكى إنه قبل ما يتعمل المنتجع ده في الست الخواجية كانت نازلة هناك. فيجوا الخدم الصباح يقدموا لها الشاي. هي قامت الصباح بدري ومشت الجبل عشان تعمل شنو؟ وقت تطلع الشمس الصباحية، وقت تطلع الشمس هي كل مرة من فوق البحر بتظهر لأنه منطقة عالية، هي كل مرة دايرة تصور المنظر بتاع الشمس ده وهي طالعة من فوق البحر من بعيد من ركبت من الجبل هناك. فالخدم يجوا يقدموا لها الشاي ويقدموا لها الجبنة، وقت ما يجوا ما يلقوا السدي، يقول يا اخوان الست راحت وين؟ يقول الست راحت الجبل. اه
الست وين؟ الست الجبل طوال سمو جبل الست. الست دي منو؟ زوجة الحاكم العام. أيوة زوجة الحاكم. زوجة الحاكم العام الإنجليزي. نعم أستاذ أوشيك مصطفى، ماذا يتمنى أهل أركويت؟ يا سلام، منو حاجات كثيرة. إن شاء الله نلقاها بس. إن شاء الله يا رب. يا سلام، أول حاجة السياحة دي تنتعش في أركويت وتكون في خدمات. هسه زي ما شفتوا وأنتوا عابرين السلك بتاع الكهرباء مدوه، لا كهرباء ولا هم يحزنون، وشبكة بتاعت موية ما في. المواطن محتاج للكهرباء والموية باعتبار إنها شنو بنى تحتية ممكن تتوقف الإنتاج في المنطقة. نعم، شكرا جزيلا الأستاذ أوشيك مصطفى المعلم بمرحلة الأساس وأحد أعيان منطقة أركويت، شكرا على هذا الحوار الشيق وعلى هذه الإضاءات على هذه المنطقة المهمة جدا في السودان. شكرا جزيلا. شكرا بارك الله. أتمنى الأستاذ أوشيك مصطفى وكذلك أهل أركويت أن تنتعش هذه المنطقة بما لها من مقومات جاذبة للاستثمار السياحي. أمنياتي أنا أن يعم الأمن والاستقرار في شرق السودان. أركويت لا أحد يعرف تاريخ هذه المدينة واللمتين قامت واللمنو اللي أسسوها، باستثناء بعض المعلومات المتوفرة عن المجموعات السكانية اللي بتقطن هذه المنطقة في مناطق متفرقة حول الجبال. مدينة أركويت مدينة تقع على الساحل الشرقي للبحر الأحمر. الحفريات والقبور القديمة في المدينة دي بتأدد علماء التاريخ إضاءات على إنه هذه المدينة قديمة جدا، ولكن شكلت من مجموع من الأحداث التاريخية اللي أثرت وجعلت منها مدينة أكثر شهرة، بجانب الطبيعة الساحرة والمناخ المبهر. بتعتبر المدينة دي هي في مناخ البحر الأبيض المتوسط. هذه المدينة لا تعرف الصيف أبدا، باردة طوال العام باستثناء فترات الصيف اللي بتكون فيها هي دافئة قليلا مقارنة مع بقية أقاليم السودان. مدينة أركويت بتعتبر مزار سياحي، ويبدو إنها في وقت من الأوقات كانت مستثمرة سياحيا وكانت قبلة لكل السودانيين في وقت من أوقات تاريخ هذه المدينة. أبرز المعالم في مدينة أركويت، في معالم سياسية وفي معالم تاريخية. المعالم التاريخية السياسية زي هذا القصر الذي يقع خلفي، القصر ده بنوه الرئيسين الراحلين، الرئيس إسماعيل الأزهري بنى الجزء ده من القصر، وبحسب رواية أهل المنطقة دي إنه بناه للاحتفاء بزواج ابنته، باعتبار إنه هو يكون منتجع لقضاء شهر العسل لابنة الرئيس الراحل إسماعيل الأزهري. أكمل بناء هذا القصر وخلاه يكون بالشكل الماثل أمامنا الآن، الرئيس الراحل جعفر النميري الذي كان يعشق مدينة أركويت ويقصدها للترويح عن نفسه. تاريخ هذه المدينة يتحدث عن عدة عصور متفاوتة، منها جزء يتعلق بعهد الدولة التركية، لأنه قيل في التاريخ إنه هذه المدينة كانت هي القيادة العامة لقوات جيش الأمير العظيم والقائد العسكري الفخيم عثمان دقنة أمير الشرق، وأحد قادة دولة المهدية وأحد قادة التحرر الوطني في السودان، واللي بيعبر عن مساهمة أهل الشرق في صناعة التاريخ السوداني. قيل إنه الأمير عثمان دقنة كان بيتخذ من هذه المدينة سكنة عسكرية، وكان بيشوف كل ساحل البحر الأحمر من المدينة دي وقت الحرب ضد المستعمر التركي. المدينة مدينة أركويت وفيها أيضا قصر ضريح الأمير الراحل القائد العظيم عثمان دقنة. مدينة أركويت هي عبارة، تاريخ هذه المدينة عبارة عن مجموعة من الأحداث التاريخية هي التي شكلت هذه المدينة ووضعت لها بصمة خاصة في التاريخ السياسي
والتاريخ السياحي في السودان. مدينة أركويت الآن مهملة تماما، هذه القصور التي شيدت في عهود متفرقة من تاريخها خاوية على عروشها، مجرد مزارات لطلاب المدارس وبعض الرحلات الترفيهية. تمتلك هذه المدينة كل مقومات الاستثمار السياحي وتنقصها بعض الخدمات. تاريخ شرق السودان بأحرف من نور ومداد من ذهب. خلفي ضريح الأمير العظيم والقائد العسكري الفخيم الأمير عثمان دقنة. ها نحن نقادر شرق السودان ونحمل الكثير الكثير من الأمنيات، أمنيات أهل الشرق بأن يعم السلامة والمحبة وأن يستفيدوا من أرضهم المعطاءة، من أرضهم المعطاءة وتاريخهم ناصع البيان. ناصع البياض، نحمل في جعبتنا الكثير الكثيرة من الأمنيات والقليلة من الوعود. أمنيات أهل الشرق، تلخصت أمنيات أهل الشرق في أن يحصلوا على حقوقهم المدنية في الخدمات وأن يعم السلام والمحبة هذا الشعب العظيم. ها نحن نغادر شرق السودان إلى رحلة أخرى في مقبل الأيام، سيكون الموسم القادم من وعد وأمنيات في منطقة أخرى من مناطق السودان، ذلك البلد الذي يحمل في جوه الكثير الكثير من الثروات، الثروات الإنسانية والثروات الطبيعية.